ما لسه بدري، ولا نار الشوق لسه ما طفتهاش. مفيش داعي للكلام ده. خلاص يا عبد الرحمن خلاص، مش لاقي نسوان في الدنيا تلف عليهم الا النسوان بتوعي؟ انا عمري ما لفيت على حد. اسمعك كده يا اخي، قولك دونجوان والنسوان بتتحدف عليك. انت شايف ايه؟ شايف انك ندل وجبان بتخطف اللقمه من ايد غيرك واحده بواحده يا سيف. ايوه تصفيه حساب بقى، اعتبرها زي ما تحب. وتفكرني يعني هقف اتفرج وانا ساكت؟ اعلى ما في خيلك اركب. بقول لك ايه يا عبد الرحمن، من غير شوشره وفضايح كده اخلع عن طريق فيفي. كنت فاكر ان عندك كرامه. بحبها يا عبد الرحمن، بحبها. حب من غير كرامه يبقى ذل. انت توعزني ولا ايه؟ انا ما بوعز ولا حاجه، انت طلعت نزلت اخويا الصغير وكرامتك من كرامتي. لما انت عارف كده نطيت وقفت بيني وبين فيفي. والله هي اللي اختارت. وليه اصلا يا اخي انت رحت لها؟ ما كنتش اعرف انك بتحبها واقع لشوشتك للدرجه دي. وديك عرفت. بس بعد فوات الاوان. يعني ايه يا عبدو؟ الحديق يفهم. ليه يسمعك كده يقول انك عايز تتجوزها؟ انا حر بقى. طب ليه ما تجوزتش الصغيره اللي كنت هتموت عشان تتجوزها؟ انا حر بقى. بس مش عايز اسمع انا حر دي. بحذرك يا عبد الرحمن، بحذرك، ابعد عن فيفي احسن لك. انا عشان خاطرك بس هبعد عن فيفي، بس انا عايز اقول لك يعني انها خلاص ما بقتش طايقه تبص في وشك. لا معلش يا اخويا، بعد ما تشوف الفلوس في ايدي هتبص في وشي وتتملى وتعقل. لا ما هي زي ما ليها عقل ليها قلب كمان. يعني ايه يا عبده؟ جرب وانت تفهم. غور من وشي، غور من وشي يا عبده. ايه اغور من وشك كمان؟ هو انا جاي لك؟ انا جاي لاختي عيشه. اه اخويا بقى ليك رجل هنا. سيف مش حكايه رجل. ابونا قبل ما يموت وصاني عليك فعلا قبل ما وصيني على عيشه. واضح قوي يا اخويا انك عملت بالوصيه. يمكن بكره تفهم وتندم على كل اللي عملته معايا. احنا متشكرين قوي يا عبد الرحمن يا ابني. مش عارفين هنرد جميلك ده ازاي، عمري ما هنساه. جميل ايه بس يا حاجه؟ سيف ده اخويا الصغير وابويا الله يرحمه وصلني عليه قبل ما يموت. اتفضل يا ابني اتفضل. بس انت يا عبدو يا اخويا مالي ايدك من الرقاصه دي؟ ولا تكون هي كمان دخلت عليك كده بحركتين كاريوك؟ انتوا مش عايزينه ما يتجوزهاش وخلاص؟ اطمنوا مش هتتجوزه لو فرشت لها الارض ده. بالمناسبه قولي يا عبدو، انت صرفت كام يا ابني؟ ليه يا حاج؟ هو قال لي ليه؟ عشان ادفعهم لك. قد كده انا صغير في نظرك؟ بالعكس ده انت كبير قوي عندي. بس انت ذنبك ايه في كل المصاريف دي؟ لا الحمد لله يعني ربنا اكرمني من وسع. ربنا يوسعها عليك كمان وكمان. بس انت برضو صرفت كتير. بس صدقيني يا عيشه مش اكتر من الفايده اللي عمت علينا كلنا. كتر خيرك يا ابني، ربنا يقدرني ويرد جميلك. جميل ايه بس؟ الجميل ان انا قاعد معاك دلوقتي وقاعدين نتكلم مع بعض. يعني يا ريت تفكري في يوم من الايام انك تزورينا. على عيني، بس انتوا مشواركوا بعيد وانا ما بقتش بقدر. خلاص مستعد اعزل واسكن جنبك عشان تقدري تزورينا. حقيقي يا عبدو يا ريت يا اخويا عشان نبقى كلنا كده ملمومين حوالين بعض. يا ريت، بس تفتكر امي هترضى تبعد عن اصحابها وجيرانها؟ دول بقوا اكتر من الاهل. ربنا يخليها لك. الست منبهة عليا ما تخشش عليها اوضه النوم. كفايه ان انا سمحت لك تخش من الباب. يعني ايه يا مشالك؟ يعني هي قالت لي لو شفتك على الباب ما افتحلكش. طب انت عايز تخش لها اوضه النوم؟ يرضيك تقطعيشي؟ خش اديها خبر اني هنا. طيب حاضر انا هروح، بس اوعى تيجي ورايا، احسن لو شافتك في اوضه النوم هتجيب لك البوليس. معقول يا فيفي وصلت الدرجه دي؟ في ايه يا ام شلبي؟ سيب بيه بره. الله ما قلتلوش ليه ان انا نايمه؟ ده كان عاوز يخش لك اوضه النوم. يخش اوضه النوم كمان ليه؟ هي الحكايه بقت سايبه كده؟ ما انا قلتله لو دخلت لها اوضه النوم هتجيب لك البوليس. وانا فعلا كنت هعمل كده. طب يلا حبيبتي يلا حبيبتي روحي له بره، بعدين تبص تلاقيه فوق راسك على طول. انا مش عارفه الجدع ده عايز مني ايه، ده بيخليني نرفز خالص. معلش يا اختي معلش. معلش. ايوه يا سيسي عايز ايه؟ عايز انورك. عايز اقولك حقيقه الواد اللي واكل عقلك ومخليك كانك ما شفتيش رجاله في حياتك قبل كده. انا فعلا عمري ما شفت راجل زي عبده. افهمي افهمي بقى، انا ما حلتوش اللضا. وماله حتى لو هيقول لله يا محسنين. مش عوايدك يعني يا فيفي، ده انت بتحبي الفلوس زي عينيكي. اللي حصل
اللي حصل بقى. هو عايز منك ايه بالظبط؟ انا اللي عاوزه منه. وبعدين بقى يا ريت بقى تحل عن سمايا، لان انا لما بشوفك نفسي بيضيق بتخنق، فاهم؟ ويا ريت يا اخويا بقى تنسى تفرجت خالص ان انا ساكنه في البيت ده. طيب يا فيفي، طيب يا اختي. ايه ده؟ سكة السلامة يا شربات. يا سعد. ايه يا كلام؟ في واحدة مستنية حضرتك بره. واحدة؟ واحدة مين دي؟ فيفي أهلا وسهلا. اتفضلي. أنت فين يا عبد؟ تحبي تشربي إيه؟ ايوه خدني بقى في دوكة. وحشاني يا بقالك يومين ما سألتش. انا احب اسال وانا رايق، وانت عارفه زنقت شغل. ولا مراتك مقفله عليك؟ مراتي ست في حالها. كنتش اعرف انك ملاوع. اعوذ بالله ما تقوليش كده، انا طول عمري راجل دغري. بس انا اتخدعت فيك. تبقي فهمتيني غلط. أنا تعبانة يا عبد. مالك في الشر؟ طول الليل سهر أنا بفكر فيك. ما عملتيش اللي أنا قلتلك عليه؟ اللي هو إيه؟ تصلي الفجر قبل ما تنام. بقول لك بحبك. الحال من بعض. أمال إيه اللي منعك؟ عهدت مراتي إني ما أعرفش غيرها. أمال اللي عرفتيني؟ عشان حسيت إنك محتاجالي، وقلت لازم اخليها تحس بالحب الحقيقي، الحب اللي يفضل مع الانسان لحد ما يموت. لو بتحبيني بجد اعملي اللي بقولك عليه. بموت فيك. انت لسه قاعده؟ دول طلبوك في الشغل بيستعجلوك. يتفرقوا مش هروح. اقول لهم ايه؟ قولي لهم مش هشتغل. مالك يا حبيبتي؟ انت اتخانقتي معهم؟ زعلوكي يعني؟ مالك يا حبيبتي؟ انت عيانه؟ الله يهديك يا حبيبتي، الله يهديك. الو. ايوه يا عبدو. لا ما تخافش انا صاحيه، هقوم اتوضى واصلي. ربنا يفتح عليكي ويتقبل منك. مع السلامه. اخرتها ايه يا عبدو؟ انت كده مش مراعي مشاعري خالص. ايه خير؟ في ايه يا حبيبتي؟ احنا مش خلصنا بقى من الموضوع ده. موضوع ايه؟ يو موضوع سيف والرقاصة. ما خلاص ما بقتش رقاصة. يعني ايه؟ حكاية احكيها لك بعدين. انا بس خايفة من كلام الناس. شوف يا بهي، زمان ابويا الله يرحمه وقفت في طريقه واحدة ألعن من فيفي، فضل يحاول معاها واحدة واحدة لحد ما هداها لطريق الإيمان. لو كان عمل حساب لكلام الناس مش كان ساب الشيطان ينتصر عليه؟ قصدك يعني انها تابت على ايديك؟ استغفر الله ما تقوليش كده. تابت على ايديها ده ايه؟ انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. يلا نتوضى عشان نصلي الفجر.